العمل لنزرع الحب في نفوسنا والنفوس أبناءنا. أبنائي الطلاب، رسالتي لكم اليوم علينا أن نكون هذا العام على لنا إصرار وعزيمة قوية أن نتفوق ونجتهد، ويكون شعارنا هذا العام كن للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. نحترم معلمينا، نحترم مدرستنا، نحافظ عليها. احنا السنة دي مدرستنا جميلة جدا، اتجددت بكل مرافقها، علينا ان احنا نصونها ونحافظ عليها. كما اوصي زملائي وزميلاتي الافاضل بالحفاظ على ابنائنا ورعايتهم، كما قلت من قبل سابقا انهم امانة بين ايدينا، ونحن اليوم نزرع فيهم ما نحصده غدا. فلنزرع جيدا ولنرعى الزرع بحب واخلاص واتقان، لنحصد ان شاء الله ايضا بحب واخلاص واتقان. وشكرا لكم جميعا، وعن دراسه سعيده. بمناسبة العام الدراسي الجديد، أدعو الله عز وجل أن يجعله عاما مكللا بالنجاح والتوفيق والسداد من الله رب العالمين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إنما هي أمة اقرأ، لأن أول ما نزل فيها نزل قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وثق ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم فقال: نون والقلم وما يسطر. أن هنا الطلاب لابد أن يراعوا في المعاملة مع أساتذتهم أن تكون معاملة طيبة، معاملة حسنة.